الخير. من القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. الرئيس تشجيع الاستثمارات المصرية الجابونية. رئيس الحكومة وخمسة وزراء في منظومة التغذية المدرسية. سحر نصر توفير فرص عمل للشباب والنساء أولوية الدولة. مبادرة القاهرة لتنظيف أسطح العمارات. وإليكم تفاصيل النشرة. تشجيع الاستثمارات المصرية الجابونية، هذا ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى ليبرفيل في ثالث محطاته الإفريقية ولقائه مع نظيره الجابوني علي بونغو، قائلا إنه اتفق مع رئيس الجابون على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية وإحياء عمل اللجنة المشتركة بين الجانبين والتي توقفت منذ ما يقرب من 10 سنوات، بالإضافة إلى زيادة معدلات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات، فضلا على تكثيف التعاون في مجال بناء القدرات للأشقاء في الجابون. رئيس الحكومة وخمسة وزراء في منظومة التغذية المدرسية. فقد وجه شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وزراء التضامن والمالية والتنمية المحلية والزراعة والتربية والتعليم باتباع المزيد من الضوابط فيما يخص تنظيم أساليب وشروط التعاقد ونظم التوريد والتوزيع والتخزين بما يضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة وتطوير منظومة التغذية المدرسية بدءا من التعاقد وحتى التسليم في المدارس وصولا لتوفير وجبة صحية للتلاميذ، أخذا في الاعتبار دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في المراقبة على سلامة الوجبات المقدمة. تطبيق الفاتورة الشاملة بقناة السويس. فقد أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة القناة في مؤتمر صحفي مع هشام عرفات وزير النقل أن الهيئة سوف تتولى تحصيل رسوم السفن العابرة بدلا من الفواتير المتعددة التي كانت تلزم ملاك السفن والخطوط الملاحية بتسديدها لجهات حكومية مختلفة، حيث ستقوم الهيئة بتوزيعها على جهات الدولة التي تصل لسبع جهات. وأوضح مميش أنه تم اتخاذ قرار بتخفيض رسوم السفن بنسبة تبدأ من 10 إلى 50% بحسب عدد الحاويات، مشيرا إلى أن السفن التي تحمل أقل من 200 حاوية لن تحصل على تخفيض. توفير فرص عمل للشباب والنساء والفئات الأكثر احتياجاً أولوية الحكومة، هذا ما أكدته الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال لقائها مع ليلى المقدم الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي بالقاهرة، حيث بحث الجانبان آخر التطورات في استراتيجية التعاون بين مصر والبنك البالغة 3 مليارات دولار، ومنها تمويل مخصص لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك لتوفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والنساء، إضافة إلى إقامة مشروعات في مجالات البنية الأساسية والكهرباء والنقل. مبادرة لتنظيف أسطح العمارات أطلقها محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، مطالبا رؤساء الأحياء باختيار 5 عقارات ورفع كافة مخلفاتها بالتنسيق مع الشاغلين وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، وأن يتم توثيقها بالصور قبل وبعد رفع المخلفات، قائلا إنه لم يعد من المقبول اتخاذ الأسطح لتخزين الكراكيب والمهملات والأشياء القديمة غير المرغوب فيها، مشيرا إلى مضاعفة أعداد العقارات دوريا مع تقييم شامل للمبادرة للوقوف على إيجابياتها وسلبياتها. تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة 3 أشخاص تهريب 52 قطعة أثرية نادرة في المنيا، حيث وردت معلومات لوحدة مباحث السياحة والأثار حول قيام مزارع و2 آخرين بعرض مجموعة من القطع الأثرية للبيع، وبمداهمة منزل الأول تم العثور على 48 قطعة، وبأعداد الأكمنة للثاني والثالث تم ضبطهما وبحوزتهما 4 قطع أثرية هي عبارة عن تمثال من الجرانيت الأسود على شكل سيدة وتمثال من البرونز للإله سخمت ولوحة من البرونز عليها زخارف نباتية وقطعة مائدة من البرونز. إلى هنا مشاهدينا تنتهي هذه النشرة، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة بإذن الله.